مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. بتكليف سامٍ معالي الشيخ وزير الإسكان يفتتح يوم الجمعة المقبل جامع السلطان قابوس بولاية السويق. مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يؤكد على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط. تخفيض أسعار أكثر من 4000 دواء في السلطنة اعتبارا من يوم غد الخميس. ثمانون قتيلا وأكثر من 300 جريحا جراء انفجار سيارة ملغومة في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول. أما في أخبارنا الاقتصادية تتابعون. تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال تلزم الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية بتزويد الهيئة بتقرير دوري. وتتابعونا في الأخبار الرياضية. أندية دوري عمان تلا المحترفين تبدأ رحلة الإعداد الموسم القادم من خلال تجديد عقود لاعبيها في رحلة المنافسة على الألقاب. أهلا بكم إلى التفاصيل. بتكليف من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، يفتتح معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان يوم الجمعة المقبل جامع السلطان قابوس بولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة. وقد تم تشييد الجامع على مساحة كلية تزيد على 37500 متر مربع، ويغطي مبنى الجامع مساحة مقدارها 5750 مترا مربع، فيما تشتمل المساحة المتبقية على أعمال التشجير والمسطحات الخضراء والأعمال الخارجية ومواقف السيارات. وتتسع قاعة الصلاة الرئيسية لحوالي 2600 مصل، ويضم الجامع 3 فصول دراسية لتحفيظ القرآن الكريم ومصلى للنساء. أكد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة خلال اجتماعه اليوم على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية الهادفة إلى الحد من تأثير انخفاض أسعار النفط وتحقيق الاستدامة المالية. وطلع المجلس على التقارير الاقتصادية الصادرة عن السلطنة من بعض المؤسسات الدولية حول آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وتحسين بيئة الأعمال والإجراءات المالية المتخذة للحد من عجز الموازنة العامة. كما ناقش المجلس تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية 2016 وتقرير المركز المالي للدولة وتطورات الأسعار العالمية للنفط ونتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة لهذه الفترة. ترأس الاجتماع معالي درويش بن إسماعيل بلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. أصدرت وزارة الصحة قرارا بتخفيض أسعار أكثر من 4000 دواء في القطاع الخاص بدءا من يونيو المقبل، وبناء على هذا القرار سيتم تخفيض الهامش الربحي لبيع الأدوية في الصيدليات من 55% إلى 45%. قائمة تتخطى 4000 دواء في القطاع الخاص، أسعارها ستنخفض مطلع يونيو المقبل. قرار صادر من وزارة الصحة ليستكمل قرارات سابقة لتوحيد سعر مصدر الوصول للأدوية المبتكرة على مستوى دولي مجلس التعاون الخليجي، وإعادة تسعير الأدوية على المستوى المحلي ليتم خفض قرابة 2600 دواء، حيث تم التركيز على الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة والتي تمثل الاستهلاك الأعلى في السوق الدوائي العماني، حيث تجاوزت نسبة التخفيض 60% لبعض الأدوية.
القرار الوزاري ينص على أن سعر بيع الدواء للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول الذي تقرره اللجنة الفنية، مضافا إليه هامش ربح بنسبة 45% مقسمة على الوكيل بما نسبته 19% و 26% للصيدلية، ليسجل الانخفاض الفعلي 10% عن السعر السابق. وبصفة دورية يتم مراجعة أسعار الأدوية التي يتم تقديمها لإعادة التسجيل لدى وزارة الصحة أو انتهت براءة اختراعها بالنسبة للأدوية المبتكرة. وعلى سبيل المثال، فقد تم تخفيض أسعار 120 دواء مسجلا ومسوقا بالسلطنة خلال الربع الأول من العام الجاري. التوجيه السامي لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الموقر الأسبوع الماضي أوصى بضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي وباقي القطاعات ذات المردود الاقتصادي، والذي ينطلق من حرص جلالته على إيجاد بدائل اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كمورد أساسي. يرفض القطاع السياحي الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بنسب تسهم في رفض اقتصاد السلطنة، ففي العام 2015 وصلت مساهمة السياحة إلى 2.2%، ومع الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي ارتفعت نسبة المساهمة في العام 2016 لتصل إلى 2.5%. والتركيز هنا على مضاعفة مساهمة قطاع السياحة سنوياً يأتي في إطار البحث عن بدائل تعزز إيرادات السلطنة عوضاً عن الاعتماد الكلي على النفط. نتأمل اليوم تكون عندنا أدوات وطرق جديدة حتى نطلع من الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد ما بعد النفط. وأعتقد يعني عندنا مثلاً في عمان عندنا مصادر غير النفط إذا ركزنا عليها مثل السياحة. الحكومة من جانبها سعت إلى تبني خطوات عدة معتبرة إياها استراتيجيات أساسية أدرجت ضمن الخطط الاقتصادية المتعاقبة للقطاعات المختلفة، ومنها استراتيجية السياحة حتى العام 2040، والتي تعمل على استقطاب أكثر من 11 مليون سائح وتوفير 80,000 وحدة ومكان إقامة، مستهدفة استثمارات تصل إلى 19 مليار ريال عماني وتوفير 500,000 فرصة عمل، لتصل بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام 2040 إلى نسبة 10%. القطاع الخاص ممثلا بغرفه له دور يعني كبير يلعبه في تنويع الاقتصادي، وإن شاء الله بهذه اللقاءات وهذا التعاون نقدر نتوصل إلى تحسين اقتصادنا واستدامة ثروتنا إن شاء الله. وفي إطار البحث عن بدائل للنفط، فإن برنامج التنفيذ أحد أهم البرامج الساعية إلى التركيز على التنويع الاقتصادي من خلال إيجاد البدائل والحلول في مشاريع القطاعات الأساسية كالتعدين والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والقطاع السياحي. ويعول على القطاع الخاص القيام بدور أساسي في تفعيل هذه القطاعات بالشراكة مع القطاع العام. وعبر السنوات الماضية لمست جهود القطاع الخاص الواقع من خلال تنفيذه لحزمة من الاستثمارات في مواقع سياحية تبناها مستثمرون مواطنون، كإنشاء مرافق سياحية في مختلف محافظات السلطنة منها الفنادق والمراكز التجارية، والتي ترجمت خطط تنويع المنتجات السياحية ذات العائد الاقتصادي والقيمة المضافة، وأسهمت في تنشيط الحركة السياحية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة. أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية أنها تعمل على تطوير منظومة الأسواق السمكية في السلطنة وفق خطة شاملة تقوم على بناء أسواق جديدة وتطوير وتحديث الأسواق القائمة في ولايات السلطنة بمختلف المحافظات.
وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تشمل جوانب متعددة مثل تنفيذ مسح للأسواق بمختلف المحافظات، حيث تم تحديد مكونات تلك الأسواق من البنية الأساسية والخدمات المتوفرة ونشاط السوق وعدد البائعين واحتياجات تأهيل وتطوير السوق. كما ساهم المسح بتوفير قاعدة بيانات عن الأسواق السمكية بالسلطنة والتي تعتمد عليها الوزارة في برنامج تأهيل الأسواق والوقوف على أهم الاحتياجات والسبل المتاحة للتطوير على المدى المنظور. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل: الفانوس عادة رمضانية تبهج الصغار والكبار، اعتاد عليها المصريون في الشهر الفضيل. تدفق مئات المصابين على مستشفيات العاصمة كابول بعد انفجار بشاحنة ملغومة بالحي الدبلوماسي وسط المدينة، أسفر عن سقوط 80 قتيلا على الأقل وأكثر من 350 آخرين معظمهم من المدنيين. ووقع الانفجار في ساعة الذروة الصباحية في جزء مزدحم من العاصمة الأفغانية يضم العديد من السفارات الأجنبية والإدارات الحكومية. وقال شهود عيان إن انفجارا ضخما هز حي وزير أكبر خان بكابول مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار إعلان في الأيام المقبلة بشأن اتفاقية باريس حول المناخ، وفي الأثناء أكد مسؤول أوروبي أن الاتحاد الأوروبي والصين سيدعمان اتفاق باريس حول المناخ أيا كان قرار إدارة الرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق، موضحا أن هذا الموقف سيتم التعبير عنه أثناء قمة تعقد نهاية الأسبوع في بروكسل. وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت في وقت سابق أن انسحاب واشنطن من الاتفاقية سيعلن بعد تسوية التفاصيل، وعلى الرغم من الوعود التي أطلقها الرئيس ترامب خلال حملته بالانسحاب من الاتفاقية، إلا أن تصريحاته المتناقضة تعكس وجود تيارات مختلفة داخل إدارته حول مسألة المناخ. دعت بكين كلا من بيونغ يانغ وواشنطن إلى تجنب أي تبعات على الأمن والاستقرار العالمي والإقليمي بشأن القضايا المضادة للصواريخ. وتأتي التصريحات الصينية بعد أن نجح الجيش الأمريكي في إسقاط صاروخ باليستي عابر للقارات تم إطلاقه من موقع اختبار في المحيط الهادي أمس الثلاثاء. وكانت بيونغ يانغ قد اختبرت عدة صواريخ خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينها صاروخ باليستي يبلغ مداه مئات الكيلومترات، ما أدى إلى زيادة التوترات في شبه الجزيرة الكورية. وننتقل بكم الآن مشاهدينا الكرام إلى الأخبار الاقتصادية مع خالد العبري. خالد، إليك نحن. شكرا خلفان، وإلى جولة منوعة من أخبار الاقتصاد. شكرا. الصفوة طازج وصحي. أجرت الهيئة العامة لسوق المال تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال، تضمنت إضافة بند جديد يلزم الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية بتزويد الهيئة بتقرير دوري، إذ يشمل التقرير تفاصيل حول فصل أموال الزبائن في حساب مصرفي منفصل عن حساب الشركة لتسوية الالتزامات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية، حيث يعمل هذا التعديل على توفير الحماية لأموال المستثمرين النقدية المقيدة في حسابات الشركة وضمان عدم استخدامها في أغراض أخرى مثل سد العجز في حسابات زبائن آخرين.
أعلنت وزارة النفط والغاز أسعار المنتجات النفطية لشهر يونيو 2017، وبلغ سعر اللتر من نوع 95.91 بيسة، في حين بلغ سعر اللتر من نوع 91.180 بيسة، وبلغ سعر الديزل 197 بيسة للتر. وأوضحت وزارة النفط والغاز أن أسعار بيع المنتجات النفطية بالسلطنة لشهر يونيو المقبل ستشهد انخفاضا بلغ 8 بيسات لوقود 95 و6 بيسات لوقود 91 و7 بيسات للديزل مقارنة بأسعار شهر مايو الجاري. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف الظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. الاثنين المقبل هو آخر موعد لاستلام طلبات المستثمرين والشركات المعنية بالتطوير العقاري والراغبين في الاستثمار، هذا ما أعلنته اللجنة التسييرية لمشروع الأحياء السكنية النموذجية، حيث أكدت اللجنة أن المشروع يشكل القاعدة الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ يقوم مطور من القطاع الخاص بعمليات التطوير العقاري والبناء والبيع، من جانبها تقوم الحكومة بإعطاء حق الانتفاع للمطور. أكثر من 12 مليون ريال عماني الأرباح الصافية لشركة المطاحن العمانية خلال التسعة أشهر المنتهية، مقارنة بنحو 8,900,000 ريال عماني في الفترة ذاتها من العام المنصرم. ويعزى هذا الارتفاع في زيادة المبيعات إلى انخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض أسعار الحبوب، ما أدى إلى تحسين نتائج المجموعة، كما يرجع ذلك إلى الاستراتيجيات التي اتبعتها المجموعة في تخفيض تكاليف الإنتاج. نشرتنا الاقتصادية انتهت، وعودة إلى خلفها. الصفوة طازج وصحي. شكرا خالد. مجموع المبالغ المالية التي يتم تحويلها إلى مجرمي عمليات النصب المعلوماتي داخل السلطنة تتراوح ما بين 50,000 إلى 60,000 ريال عماني في الشهر الواحد نتيجة عدم وعي مستخدمي الإنترنت. هذا ما كشفته هيئة تنظيم الاتصالات في مؤتمر صحفي أطلقت خلاله حملة وطنية بمشاركة عدة جهات للتصدي لظاهرة الاحتيال الإلكترونية. جرائم الاحتيال الإلكتروني في تزايد مستمر، وآخر الأرقام الرسمية تشير إلى أن مجموع المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى مجرمي عمليات النصب المعلوماتي داخل السلطنة تتراوح بين 50,000 إلى 60,000 ريال عماني في الشهر الواحد نتيجة عدم وعي مستخدمي الإنترنت. مجموع المبالغ اللي تم تحويلها إلى هؤلاء الجناة تتراوح ما بين 50,000 إلى 60,000 ريال عماني في الشهر، فبالتالي أنه بالفعل أن هذه مشكلة كبيرة. مؤتمر صحفي يطلق حملة وطنية بمشاركة عدة مؤسسات حكومية وخاصة تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في خداع مجرمي عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني. حاليا من ابرز البرامج او نقول الجرائم الاحتيال الالكتروني الموجوده في السلطنه اللي هي فيما يتعلق بعمليه الفوز باليناصيب، انت ما نقولها نحن، اللي هي حاصله في الاونه الاخيره ان استهداف المال في مثل هذا النوع من الجرائم لاخذ بياناتك البنكيه او هويتك، ارقام الهويه والبيانات الشخصيه والارقام البنكيه المتواجده في الخلف. وباللهجة المحلية اتخذت حملة التوعية هذه شعار عن غروك، في دلالة على أن هذا النوع من الجرائم الحديثة يستهدف الجميع دون استثناء. الجهات المختصة تقوم بجهود مضنية لمكافحة مختلف أشكال الابتزاز والنصب الإلكتروني، وتتعامل مع كافة البلاغات التي ترد إليها في منتهى الجدية والسرية.
مع انتشار وتطور جرائم النصب المعلوماتي ودخولها مراحل مختلفة من الاحتراف في ظل التقدم في وسائل الاتصالات، تتزايد أهمية التوعية بخطورة أساليب الاحتيال الإلكتروني. من هيئة تنظيم الاتصالات أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. تمكنت شرطة عمان السلطانية من إلقاء القبض على شبكة احتيال إلكتروني تتألف من 10 أشخاص من جنسيات متعددة مقيمة داخل السلطنة، وما زالت التحقيقات الجنائية جارية معهم لمعرفة تفاصيل الجريمة قبل تحويل القضية إلى الادعاء العام ومن ثم رفعها لعدالة القضاء. تم إلقاء القبض على مجموعة من 10 من المتهمين المتواجدين في السلطنة من الجنسيات المختلفة في إحدى المناطق المتواجدة في السلطنة، وتم تحويلها من قبل الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بالتعاون مع تحريات بركة لإجراء قائم، وتم ضبطهم وتم ضبط الأجهزة المتواجدة معهم من أجهزة هاتف لوحي وغيره، وإحالتها إن شاء الله في المستقبل القريب بعد أن نستخرج منها البيانات اللي إحنا نحتاجها راح يتم تحويلها إلى الادعاء العام ومن ثم إلى القضاء، وإن شاء الله تكون هذه باشرة خير وبداية خير لعمليات إلقاء القبض اللي تحصل، علما أن مثل هذا النوع من الجرائم تم إلقاء القبض على هذا النوع من العصابات في الآونات الأخيرة، ولكن كانت هذه الحملة كضربة مستباقية بداية لمثل هذا النوع من الجرائم. أما الآن مشاهدينا فننتقل بكم إلى الأخبار الرياضية مع مازون الحسنية. مازون إليك النشرة. شكرا خلفان. أهلا بكم مشاهدينا. عقد بديوان عام وزارة الشؤون الرياضية مؤتمرا صحفي لبرنامج صيف الرياضة لعام 2017، والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع شركة أريد للاتصالات الراعية للبرنامج. وتضمن المؤتمر التعريف ببرنامج صيف الرياضة وأهم أنشطته وفعالياته والتي ستنطلق في 4 يونيو القادم ويستمر حتى 21 أغسطس لعام 2017، علما بأن البرنامج يقام للسنة 12 على التوالي وشهد العديد من التحسينات. بدأت الأندية في التحضير للموسم القادم من دوري عمان تل المحترفين، وذلك من خلال تجديد عقود بعض لاعبيها المحترفين في محاولة منها للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل. نادي العروبة الذي خرج خالي الوفاض هذا الموسم بدون ألقاب وبعد أن جدد مع المحترف اليمني عبد الواسع المطري، جددت إدارة النادي مع المحترف النيجيري إيجبولا لموسم واحد في محاولة للعروبة توفير الاستقرار في الفريق لتحقيق الألقاب في الموسم القادم. من جانبه فنجا الذي خسر لقب الدوري هذا الموسم أعلن عن التجديد لمحترفه باولو لموسم آخر بعد الأداء الكبير الذي قدمه اللاعب في الموسم الحالي. وإلى الأخبار العالمية، حيث اتفق المدير الفني لنادي أرسنال لكرة القدم الفرنسي أرسن فينجر مع النادي على تمديد عقده معه لسنتين آخرين بعد موجة من الشائعات والتقارير الصحفية التي كانت ترجح رحيله عن النادي اللندني. وكان فينجر قد تولى إدارة أرسنال قبل 21 عاما، وكان أرسنال قد حل خامسا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وهي المرة الأولى التي لا ينال فيها مركزا ضمن النوادي الأربعة الأوائل منذ تولي فينجر إدارة الفريق في عام 1996، لكن أرسنال تمكن من التفوق على بطل الدوري تشيلسي بهدفين لهدف في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. وإلى الخبر الأخير وتحديدا في عالم التنس، حيث تأهل الصربي المصنف الثاني نوفاك جوكوفيتش إلى الدور الثالث وذلك في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. جاء هذا التأهل بفوز سهل بالمجموعات الثلاث على خصمه البرتغالي جوا سوزا، حيث فاز الصربي بالأولى 6-1 وبالثانية 6-4 وبالثالثة 6-3 في 2:08، وسيكون الخصم المقبل الأرجنتيني المصنف 41 عالميا دييغو شوارتزمان.
إذن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الأخبار الرياضية، وعودة الآن إلى الزميل خلفان العامري. شكرا مازون. عادات وتقاليد رمضانية اعتاد عليها المصريون في الشهر الفضيل، أشهرها الفانوس الذي يعد أحد مظاهر البهجة للصغار والكبار، وبعضها مرتبط بعادات غذائية معينة. والحلويات الشرقية أشهرها الكنافة بأنواعها. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه أو على هذا النوع من الحلوى، نتابع. وحوي وحوي رحت يا تعبان، وحوينا الضهر جيت يا رمضان. فانوس رمضان مظهر مصري أصيل، تباينت الروايات حول أصله، إلا أنها جميعا تتفق أنه بدأ في العصر الفاطمي. فمن جيل إلى جيل يتبارى الأطفال في حمل الفوانيس في شهر رمضان والخروج إلى الشوارع وهم يغنون. عادات رمضان اتعودت عليها، بابا كل سنة بيجيب لي فانوس، لازم أجيب فانوس عشان أفرح برمضان. أنا عندي 30 سنة، كل سنة حتى لو عندي فوانيس قديمة لازم أنزل أشتري فوانيس جديدة ليا وللعيلة والقرايبي وزمايلي في الشغل وكل الناس، فدي عادة ربنا عليها كلنا، فرحتنا بالفوانيس ككبار زينا زي الصغيرين بالظبط، ما بتفرقش عن الصغيرين تماما. هنا في منطقة السيدة زينب، إحدى أهم الأماكن التي تصنع فيها الفوانيس. ففي هذا المكان تباع الفوانيس للكبار والصغار. وبعد أن كان الفانوس عبارة عن علبة من الصفيح وزجاج ملون توضع بداخلها شمعة، تطور إلى الكهربائي المصنع من البلاستيك أو الخشب. كل فانوس يفصح عن الطفل بداخلنا، نسعد به ونسعد غيرنا، فهو رمز لنقطة ضوء تبدد ظلام العقول والأرواح في شهر الصفاء والنقاء. ولا تكتمل المظاهر الرمضانية إلا بالكنافة والقطائف، حيث يعيش المصريون قصة عشق معهما، لدرجة أن العالم الكبير جلال الدين السيوطي جمع ما قيل فيها من الشعر والنثر في كتاب منهل اللطائف في الكنافة والقطائف. مرتبطة الكنافة والقطائف برمضان، ده عادة من أيام الفاطميين، الكنافة والقطائف والكحك كمان في آخر رمضان، فكل دي عادات اتعودنا عليها في مصر وبالذات في القاهرة الفاطمية. ولأن الناس فيما يعشقون مذاهب، فقد تفنن المصريون في صناعة الكنافة ووصفاتها، وابتكروا حشوات ونكهات جعلتها مناسبة لكل ذوق وجيب. اولا انواع الكنافه اللي عندنا، كنافه ثلاث انواع، كنافه يدوي اللي هي بتاع زمان اللي بالايد، كنافه الي دي عاديه صينيه، في كنافه بورما، وفي نوع رابع الكنافه باللبن، ده بتعمل بورما او صينيه، تمشي للطريقتين يعني. دي بالنسبه لانواع الكنافه. القطايف بردك عليها نوعين او ثلاث انواع، نوع صغير بيسموه عصافيري، ونوع وسط اكبر شويه، ونوع كبير شويه. ده بيتعمل عيش حادق ان كان مثلا الجبنه او لحمه مفرومه او اي انواع جبن يعني، حسب رغبه الايه ست البيت ورغبه المستهلك يعني. يذكر ان الكنافه قديما كانت حكرا على الخلفاء والملوك والاثرياء نظرا لندرتها وغلاء سعرها. من القاهره سحر صبري، تلفزيون سلطنه عمان. النشرة انتهت مشاهدينا، وهذا تذكير بالعناوين. بتكليف سام من معالي الشيخ وزير الإسكان، يفتتح يوم الجمعة المقبل جامعة السلطان قابوس بولاية السويف. مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يؤكد على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط. تخفيض أسعار أكثر من 4000 دواء في السلطنة اعتبارا من يوم غد الخميس. ثمانون قتيلا وأكثر من 300 جريحا جرى انفجار سيارة ملغومة في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول. وفي ختام نشرتنا، شكرا على كرم المتابعة، وهذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء.